and after it, the reading of Surah Al-Fatiha out of mercy for the martyrs of Iraq. الحاضر دائما في الضمير العربي وهي تحتضن كل العرب. أهنئة من الأعماق لهذا المهرجان، مهرجان بغداد الدولي للمسرح. هذا اللقاء العربي، هاي التبادل الثقافات، تبادل يعني بين أخواننا العرب، ونلتقي وياهم، وإحنا نتمنى كل الخير والموفقية للقائمين على هذا المهرجان، ونتمنى الخير والموفقية أيضاً لأخواننا العرب القادمين لتقديم إنتاجاتهم، وإن شاء الله هاي بادرة خير، والأعمال القادمة والمهرجانات القادمة من أجل رفعة بلدنا وعراقنا الحبيب، ونتمنى لكم وللجميع ولقناتكم الخير والموفقية والنجاح. بعشق المسرح، ولما بيتم دعوتي في مهرجان زي مهرجان بغداد الدولي للمسرح ببقى سعيده جدا، لاني انا هشوف عروض من دول مختلفه، واشوف زملائي من دول مختلفه، واتعرف على ثقافات مختلفه من خلال الفن، لان الفن مراه لما يحدث في الحياه وفي الواقع، فببقى سعيده جدا بمشاركتي دي.